صبر اللي حضروا للصادق الامين اقدر ادوق الدنيا المؤمن كون الاشياء وبرزها من العدو كون الدنيا دار غرور موحشة ثانية ما يملكها قد طمحتك نجعلها لله في القلب والحشا مشتغل بها زاهي كل تندم سابقة في علمه يرحم كل من خشا من قضى بحكم أمره وما علم اخلق الجنة دار نعيم مفرشة الذهب والجوهر وللخلود من قدم صاحب الحوض بفاطمة لها مشى سعدها به سعد جميع من سلم ليلة الأسرى فيها شاف الدنيا وطاش عقلو ليها أبو فاطمة مني شهد بعينو حورة العين في الخيام انتظر لقدامو بالفرحي يا يوم البعث والقيام بيه كلنا نترجى وموجدين هاقدر ادوق الدريا يوم الوعد والوعيد فيه نغنم بلقى كنتم والقصور
قلبينا وعدك يا سيد كل شيء يا سميح البشرى يا راحة العقول. ما بحالك مبرور سميح يا شهيد بعدك الله لينا رحمن بين اسمك احمد واسمك محمد الرشيد بنت وظهرت فيك محاسن القبول رفعك الله في درجة عالية بعيد ونزلك فوق منازل الانبياء نزول ترجى فضلك ساير العبيد الحشر سعد اللي بعنايتك يصول فاز من صدق بيك ونالت المقام وطلب الله يغفر له ذنب كل حين طول عمره مدام طول عمره مدام وحي كل عام ليل ونهار جميع شهور والسنين يحمد الله فيهم من يبلغ المراه من اهل التقوى والعلماء الموحدين اقدر اذوق الدنيا المؤمنين نشكر منشي ليل والنهار الشمس والقمر والفلك والنجوم والأراضين السبع الناير أنوار والبحور والهوى من الطيار طايرة طيار والهوى وما تحت الأرض في الدخول والملوك الروحانيين والقفار آدم وحواء والأجناس كلهم أزل كونها واجعلها قرار بيه صار التحية وتموت كل يوم كيف لا تعمل فيها ما لها اختيار كون الدنيا دار غرور ما تدوم دار هم وغم وتخمام واهتمام وهلها مفتونين بحبها فتين في العذاب البدا والتعب والخصام عمرهم ما باتوا فيها مسلين لا صلاة نالوها في الوقت ولا صيام لا زكاة ولا هم مجاهدين أقدر أذوق الدنيا المؤمنين
نهار الجمعة صبح مريض عند عيشة كان قالت ليه المعظمة إيش هاد الأمر اللي قبضك قبيض خرج من الأرض وإلا أنزل من السماء استيقظ لما شاف عيونها تفيض بالدموع الوجنات المهممة حين شافوه وقفوا وتواضعوا وعيض قال ليهم بالعزم نزور فاطمة سار بهيج في لشير طريقها نهيض لما وصل طاح في حجر هارتما صابها الحرة مشغولة مع الطعام غافلة ما ردت بالها الجهدين تخلخل عقلها وبهضها منين رام واش عندك قالت له يا أبي الحنين قال جيت نودعكم ما بقى ملام قرب الوقت ولا عندي عليه وين أقدر أدوق الدريا المؤمنين قال جيت نودعكم يا أهلي سمعوا ما بقى لي غرض ولا بال في الحياة جاء علي والحسنين معاه جمعوا ضمهم ليه وعيونه من نور واته واحد رمحو قلبو قطعو فوق خدو من وحش ودمعته جراته قام وصد علي بن عم وتبعو قال له زهرة صبرها وإذا بكى قلبها مهموم وقلبك تصدعه بالبكاء من فقدي ايامها وفاته يا علي انت هلا والبال وسعه يا ابن العم عدرها دارها خلات بالسلام ابقاهم طيب انسان ورجع لدار وخلاهم مهولين عرضوا له في الباب الداخل أقوام ولهم زواج وباتوا مهوسين الصباح مشاو يصلوه للكرام فاطمة بنتو عن حالو مطمعين أقدر أدوق الدر يا المؤمنين مست الدنوم نفتكر بأمر الموت وقرب أجله
قام يتوضى كيف عوايده يقوم ونقول الشغل عمره ما يبطلو قام يتوضى كيف عوايده يقوم سد جاب كرة قبل الله يهلو عواد المسجد كان ملازم ولزوم ونقول الشغل عمره ما يبطلو ثقل عليه المرض وعاد كل يوم يخرج يصلي ويولي المنزلو المبلغ 16 فقد الرسوم حين ما شاف وشي وجهه تهولو صحت الناس وقالت يا بلال قوم سير الحمد ناديه الوقت قولو راح في الحين لعنده طالب الدم يجبر زواجه الكل معاه جالسين اش عندك قالوا له اه يا غلام واش من حاجة ليها جيت يا حزين قال لهم زور الإمام ليرسلوني للناس المصلين أكدر أدوق الدريا المؤمنين قالوا له يا بلال ركع الفجر وصلى الصبح بالجلوس ارجع الفراش ويرقد وما هو حال الماضي يتقلب ناكر الحسوس استيقظ بو فاطمة وقال يا بلال الوقت ما بقى خموس ناحو ساعة فضيلة في قرب الزوال وقدموا ببكر على شير السمو بقى سؤال قال الشيخ تقدم بالشر الكيوس خنفت العبرة صاح وصاحت الرجال بالبكاء من فقد حمد راحت النفوس صارت الناس تنوح بدموعها سجام من كثر بكاهم سمع سيد الأولين قال صح جسدي يا محيي العظام نخرج نصلي بالإسلام ركعتين قام جابوا العباس مع علي الإمام ودخل المحرب وصلى بالمفضلين هكذا رادوا قدر يا المؤمنين بعد ما صلوا
وفرغ قابل الفحول سند على المحرب واجب وجيل قال يا معشر قريش اسمعوا ما نقول من ظلمته يتخلص قبل لا نغيب ناضع كشا نداه يا الرسول ضربتني في الغزوة وتركتني عطيل قال يا بلال مشي نادي على الباتول فاطمة قلها تعطيلك القطيل جا القطيب وجوي الرغب ورجول منه يتخلص شفقوا على الحبيب قال ليهم دعوني ما بقى ملان ضربوا كيف ضربني قال الأمين ومعريك فك للحق واستقام كيف كنت أنا بكتافي معري توب على ظهر ومن الحزام بين الخاتم والظهر نورها المبين هاك درد وقدر يا المؤمنين على الثياب اللي كانت فوق جسمه بان في صلب الخاتم نورها وهيج شاف عكشة ونضرب عينه في بهاه المكمول الفي قلبيج مرغ عليها الشيخ الشيب كله فوقها وتمتع ومتساف يا فريج حط وجهه المكرم وزاد كفه بعد ما قبلها وهالها حريش طيب الضرب برما حطو من يدوف شلت قال انا اللي حويج كيف نضرب سيدي وانا في حرمو كان غرضي في السجون نزيد ونزيد ولله الحمد بلغت القصد والمراد لا تواخذني يا سيراج كل عين قال له مضمون ضمنتك من الحطام لا تخاف بشر بالجنة غدا بحين يا أهل الحضرة شوفوا فيه بالنيام هذا رفيقي في الجنة مع المقربين هكذا راد وقدر يا المؤمنين سعد عكشة سعدنا الفضل
النعيم الصادق وعدو بالشروق. واحد عطاه الله محب في الأزل قبل الله يخلق واخر بيه كفروا. بعد دا وصل خلق كامل العقل أبو بكر كان كبير السن كبروا. ودع الناس ورجع المنزل ودخل يحمد الله عن حال أمره ويشكره. لما وفى المكتوب وقرب الأجل وانقضت أيامه بالوعد فكروا. أمر الله عزرائيل قال له انزل عند محمد بأمر الموت خبروا. سلم عليه وقل له ما بقى ملا. قومت هي تلقى ربنا الحنين الرؤوف الحق المهيمن بسلام. من خلقنا ورزقنا قوت كل حين قدر علينا الموت وجرعة الحمام قبل انشاء آدم والخلق الأولين. أقدر أذوق قدر يا المؤمنين. عزرائيل في صفة كان هو رجول من عرب يطريب طبيب الورى حكيم. دق في الباب ونادى يا هل الرسول تدنوني ندخل عند النبي الكريم. سمعت فاطمة الزهراء بنت الباتون قالت أبي مشغول في أمر عظيم. في الممات نزع وإحنا بلا عقول بدل ساعة بخرى ربنا الرحيم. نقر وعاود سمعوا المصطفى يقول عبد زايركم جدي أمر الحليل. نقر وعاود سمعوا المصطفى يقول عبد زايركم جدي أمر الحليل. قال هدى عزرائيل طالب الدخول يفقد أمر الراحل ويشوش المقيم. آدم واحد خل عنده طالب الدماء. بر بيه ورضاه وطاوع منه عند رجليه وقف حياه بالسلام. قال له يا محمد يا قرب كل عين لو طلبت الدنيا تعطى لك 2000 عام
حي فيها تبقى مدام السنين أقدر أدوق الدريا المؤمنين. سيد الخلق بما في مجدور عن حياة الدنيا والطول في العمار قالوا لو عيش الدهر أنا كلتو لا سبد من الموت وليلة القبر طاب قلبو للموت صفات نيتو لكن صبر عني يفقد الحبر عرج لقى جبريل تا بحاجتو ورجع معاه لعند السيد البشر سلم عليه وعاود ليه قصتو اش بطاك عليا قالو بالامر كانت في كل سما جاني ما في قوبته فيك عزون اليوم وعظم الأجر صرت تلقى روحك كل هالكرام في كل سما وقفوا موجدين انفحوا سبع طباق وباب الاغتنام والجنان مزخرف والخدور زاهين ليس عنده سألتك ولا على النيام في أمتي قسدم ورادي مفردين أقدر أتقدر يا المؤمنين سيد الخلق ادعي دعوتك عند الله مقبولة مالها ردود سلطان مشرح والفتح صورتك وطلب الله شي نريد في الوجود ابشر بالله حبك ورضى محبتك حد ما يدخل قبلك جنة الخلود قال لك شفعتك وغفرت لأمتك كل من تاب نتاب عليه في الصدور قبل تخرج الروح من جسديتك بلغت قبلها الحي الدايم من الودود طبت للموت قبض روحي بقدرتك مد يدو بسطها وافي العهود خرجت الروح من الجدة ما بقى لك الأقام خرجت الروح من الجدة والصفا الكلام سار بها مليك الملك والأمين ما تغطى وجهه دهشة الكرام كلهم زواجه وعبادوا محوطين فاطمة بنته وزواجه مع الريام الإمام علي والحسنين حاضرين أقدر أدوق الدنيا قال تهلو وصحابو كيف نسكنو
وكيف تهمد روعت منهم محب فيه. وجب علينا طول الدار نحزنو عن فراق خيال وملال وشبيه. ما تبدل لونه ولا مديار حسنه كان في المغسل يتقلب كل جيل. غسلوا ولد عمو علي وكفنوا في توب مصري كان النبي وصى عليه. وقف يخمم ينظر وين يدفنوا بعد ذاك تفكر بيت القريب ليه تم دفنوا وعاد اليوم مسكنوا ضمت الروضة والشباك حط بيه الدن عليه الله صلى عندي النيام. وصلت عليه الملائكة المقربين هل الكل سماء وهل العرش بتمام والملوك الرواحين موكلين وهل الأرض راهم يزاحم وزحام بين الأنصار والأمة والمهاجرين هكذا ردوا قدر يا المؤمنين. عبدت فاطمة النحيب صارت تنوح طول الليل والنار. داك يا من فقد أحمد قلبها عطيب حزنا حزن عظيم وعيشها مرار. من يسمع النغمة الصوت هالعجيب يعظم عليه الشوق وغربة الديار. كذاك الصبيان على فتوت الأديب تلفت ثوالات بتت بحروفها خبار. بكاهم الدمعة السايلة سكيب في المساجد يمحيو لوحدهم جهار. بطلت الناس شغلها من فقد الحبيب ما ملك حد صبر من شدة الغيار. ما بقى حد مسلي يا أهل الغرار. من طياب أهل البقعة والمجاورين كلها تتباكى وعقولها هيام والصنايع الخضرا منها مبطلين. زمرعد فضلها والدكن للغيام والعيون يسيلوا ويدان حاملين أقدر أدوق الدريا المؤمنين. مغرب ديار بالبكاك من طير سقط في السماء.
دوق قوت ولا تشرب اعتبار قوتها حزن الظهر وعيشها كمان. قمت الناس وقعدت ما ليها قرار لا شغل لا مشغل منك فاطمة. قامت الناس قوام بن عمها جهار قالوا يعني سألناك بالحمار. فاطمة قلها تترك بيك نهار لا تضيعنك من واحد نعمار. الهامطار كيف تبكي نبكي وفضلي وسمى ما نومو في حماها نتركو المنا. كل ليلة نباتو الكل صاهرين مرار علينا الفكر والشرب والطعام ولكني نشيق وتبلدت وبني أقدر أدوق الدريا بما جرى قالت له الزهرة كيف يكون ذي الأمر. يا علي بن عمي الصبري مضى فطرة العقل مني غاب وخاطري انكسر. الفراق طعني بجنود قاهرة ولا وجدت القلب من اللي عتسر. كيف نصبر عن فرقة خير الورى صعب السر الخافي شامخ القدر. ومخرجني البادية عز مطرا سار بيها قبل لا يطلع الفجر عادت تنوح من فقر الأب والرصام. في الخلا مقطوعة من وحشها ثني تلقت التنهيدات من شدة الاهتمام من صميم حشايا وكبادها حزين. تلقت التنهيدات من شدة الاهتمام من صميم حشاها وكبادها حزين.
عيونها رجعت دم وقلبها ظلام والفراق طعنها بسيوفها طعن هكذا ذوق الدنيا لومني الزهرة من فقدو يحقني المراسم نبكي ما دمت في الحياة نهجر للوطن ونفارق منزلي نسكن قيفار الأرض ونجابر الفلات بريقة لها بنعمها علي وين يامي هي الفايتة مضات قلت له البارح ريت المصطفى الوالي فلمنا مخبرني عن حاجتي صفاء بكاك عالية قومي ترحلي أجلك خرب ويامك كلها غدا كمن بقالي نرحلي انتهى أجلي قال 9 أو 10 أيام بالتمات اسمع علي ما قالت بعد الاحتلال قال من عند الحق الطاهر المبين صحت الرؤيا عندي ما بقى كلام ضمها لي هو عنقها بالتمتين صار يستنشق ريحة مشتها الختام والفراق ينادي عز المجاهدين أقدر أذوق الدنيا ابن العم قرب مني اذن الرحيم بسلامة ابقى هذا حد عشرتك ما صعب عليا وزاد في الدليل هم فرقة الاولاد وهم فرقتك انت الله فيهم بحرمة الخليل دي الوصايا بيها عمار دمتك صول جد الفايق الجميل لا تخليهم في تمرميد حرمتك بر بيهم وارضيهم ساعة يسيل دمع عيونهم من فقدي وهيبتك تزوج فلا بد نوصيك يا فضيل دير ليلة لهم واخرى لزوجتك دير ليلة للزوجة حقها نعم ودير ليلة ودير ليلة لولادك بين ليلتين
حملتهم في بطني ورضعتهم جوان، ولا قدرت نفارق الحسن والحسين، انتبه ليها يجبرها بالابتسام، عيونها غربوا وعرقها على الجبين، أقدر أدوق الدريا لما توفت الزهراء بكى علي بكي من فقد الوطن غريب من أهله، بايتين وحطول الليل مبتلي، طالت المد عليه وظلام مكحلو، قال وين انا يا وين انتم يا اهلي، شدت شملنا بين المر والحلو، لما بدا يغسلها قال كنت لي راضية بجميع اللي كنت نفعله، الله يصبرني حتى يلحق أجلي، نلتحق بيكم ندخل وين تدخلوا، اش يجمعني بيكم يا أهل الكرام، بعد فرقتكم البدا خاطري حزين والعمرين بكي ما دمت فرصان، باكي العين قريح القلب كل حين، والسلام عليكم مغرد الحمام، فوق الغصان ما يحطيار نطقين، هكذا ردوك الدنيا المؤمنين، غسلها ويجد كفانها درها فيهم ومشى يحفر القبر، ارسل مرسول من يعلم ولادها، عزم يجي والله يرزقهم بالصبر، في المسجد ما اشتغلوا عن ما جرى لها، أمهم ساكن ما عندهم خبر، لو تهراهم لما سمعوا خبرها يمشي ويطيحوا من شدة الأمر، جاو يجري وصابوها وضاوها في الكفن ممدودة عزمة للصفر، وحد
على اليمين والاخر على شمالها. لكن ينوح ود معاك المطر حين فاقوا قالوا يا محي العظام. ومن ادحيها لينا مشوقين قامت وجبدت يديها من الكمام بيهم ضمتهم حسين والحسين. عنقتهم وقلت آه يا يتام نوصيكم على الدين واليقين كدانت الدنيا المؤمنين. فوق نعاشها رسلوها للدار الدايمة مشا. تحت الزهرة أبوها بعد وحشها بيه في قصور الخلد متنعمة بقى. طرت على الأرض مسيل لغيت ودها من عيون الرحمة بالضمار وات. تمن ضمي بوصف الجساغتها نطلب الله يغفر لي ما مضى وفات. للقصيدة في حديث الجد صغتها بالذهب والجهر زخرفتها بيا. اسمعوا نوريكم تاريخ شغالها بعد 150,000 سنة مضات هكذا قال في قولوا صاحب النظام. بنام سايب محمد يا العاشقين عمر بشوق أحمد كيسان من المدام منهم شربوا أهل الخمرة محضرين عندهم بات وظل في عزل واغتنام بالهاد الساعة والناس غافلين هكذا نادوا قدر يا المؤمنين. الخلق يا سلام الأصبر للي حضروا الصادق الأمين. يوم توفى سيد الخلق يا سلام الأصبر للي حضروا الصادق الأمين هكذا ذو قدر يا المؤمنين هكذا ذو قدر يا سامعين هكذا ذو قدر يا الحاضرين.